أعزائي المشاهدين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وكل عام وانتم بخير. اليوم بدينا بسلسلة حلويات رمضان بأسهل وأبسط طريقة. اليوم راح نسوي حلى الكاسات، راح نسميه بينكي لأن هو راح يكون لون وردي. فاليوم راح نحتاج جيلو أو جيلي من هذه النوعية الموجودة عندنا بأمريكا يعرفوها، وحليب مكثف محلى، وخمس أو ست قطع من الفراولة، مي حار، وكريمة سائلة. راح نبدي بالبداية، وراح نحتاج إلى هي هاي الكريمة السائلة اللي قلت لكم عليها موجودة يمنا بأمريكا اللي يعرفوها. راح نحتاج إلى خلاط فقط، لا نحتاج فرن، لا نحتاج غلي، أي شيء ما نحتاج. شوفوا هنا راح أخلي الجلي وأضيف فوقه الماي الحار وأخلطهم كل زين لحد ما يذوب الجلي. هنا أنا راح أخلي الفراولة، بس ديروا بالكم يعني هي تطشر الفراولة تروح يعني من تخلوها. هسه راح نخلطهم كل زين. شوف الخلط يعني بحيث ما يبقى بيها اي شيء، خلي يبقى يعني هو الا يبقى شويه من قطع الفراوله، من بذور الفراوله يظل شويه قطع. هنا هذا الحليب المكثف محلى راح اضيفه، اعطيه وحده كلش كفايه. وراح اخلطهم مرتلخ بعد ما اخلطهم راح اضيف الكريمة، كريمة سائلة. شوية عندي الكريمة كانت باردة، شوفوا شوية كانت بين ثخينة علي، بس هسه من تنخلط راح تصير يعني سائلة. هسه بعد ما اخلطهم كل زين راح تنتهي وصفتنا. راح تصبوهم باي كاسات موجودة عندكم وتخلوها 3 ساعات بالثلاجة على مود تاخذ قوامها اللي نحن نريده. راح يكون قوام مثل الكاستر او البودينج. وهنا أنا راح أجيب أي كاسات موجودة عندنا اللي أي شكل عندكم موجود، تقدرون تخلوها بكاسة كبيرة أو عدة كاسات. للتزيين راح ناخذ فستق حلبي وورد. ما أقول لكم يعني الطعم كلش طيب، أتمنى تجربوها ما راح تندمون، وسهلة وما تستغرق 10 دقائق، بس تخلوها بالثلاجة. يعني إذا سويتوها الظهر قبل الفطور يعني قولوا بالثنتين، إذا سويتوها 3 ساعات بالثلاجة راح تكون أطيب حلى تسووه، وسهل وسريع يعني ما ياخذ من وقتكم هواية يعني بس بالخلاط. الطعم رهيب، طعم الفراولة كلش طيب، وألف عافية مقدماً.